السلام عليكم أزور فلاون، مرحبا بكم ناس جي اس كا، توجور ما جديد واخبار شبيبه القبائل. اذا قائمه اللاعبين المعنيين بلقاء الغد ضد نجم مقرا، دوك نحكي على التشكيله المعنيه بلقاء غدا ان شاء الله امام مقرا، وهي مهمه جدا في لقاء اول مباراه في لقاء الذهاب. ايضا كاين بعض التعليقات من انصار شبيبه القبائل، وايضا بعض الصفحات اللي راهو للصفحه الرسميه لشبيبه القبائل وعلقوا وطالبوا باقاله الاداره الحاليه بقياده شنو. ديروا لنا لايك على الفيديو، ابوني في القناه وتركوا لنا تعليق. هذه القائمه التي امامكم لكونفوكي من المدرب الجديد او القديم لشبيبه القبائل اللي هو اي جودي. امامكم قائمه اللاعبين المعنيين بلقاء الغد ضد نجم مقرا في ضمن الجوله 16 من المسرف الاول، اول لقاء الذهاب. ان حديد وبرامح في حراسه المرمى، في الدفاع سياد بوهكاك دريس نشاط وقتل، وان اميريش وايضا ايتا ثمان بومشرى بن داود مامادو تراوري، ولاول مره راهو السودية في هذه المباراة. بالتوفيق لهذا اللاعب. وعليا في الهجوم مع عمران رجم واقي ماتوتي بركان ونايت سالم، ولكن يغرطى حمر لم يستدعى ربما لأنه توصل ربما تدرب يومين فقط. المهم هذه القائمة التي أمامكم وشريكم، وإن شاء الله مربوحة، مع العلم أنه لقاء مقرة راح يكون ربما على الورق سهل بالنسبة لشباب القبائل. وأيضا حاجة اللي نوهوا لها أنه غياب بن زايد على الجهة اليسرى أو المارفيلا في لاك سونترال، هذا راح يأثر قليلا ربما على تشكيل شباب القبائل، ومع غياب أو عدم استدعاء معمري في التشكيلة إن شاء الله تكون خير فقط. هذا ما كان، وهنا أمامكم أنصار ربما راحوا للصفحة الرسمية وعلقوا شاب يريد تغيير جدري. هنا أمامكم إقالة عاشور شلول وإقالة إبراهيم زافور، الكل يطالب بالإقالة. يبدو أن الغضب في هذا الميركاتو الشتوي من الأنصار، نتمنى أنه يكون كل شيء إيجابي في شبيبة القبائل، نتمنى ذلك. هنا نحب شبيبة القبائل ونتمنى أن الشبيبة يبعد عليها ربي هذه المشاكل. ديرونا لايك الفيديو، أبوني في القناة وتركونا تعليق مع فيديو جديد. سلام خوتي.